وَمَا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا أرسلناك تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الندى، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل عن معنى قول الله تعالى إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. المعنى والله أعلم إن ميزناهم بميزة واختصصناهم بخاصية وهي كثرة تذكرهم للدار الآخرة. اذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار أي أنعمنا عليهم بنعمة وميزناهم بميزة وهي كثرة تذكرهم الدار الآخرة، كأنها أمام أعينهم يرونها رأي عين، وبلا ريب أن من كانت الآخرة أمامه يرى الجنة والنار فإنه يسعى مجتهدا لدخول الجنة ويفر من النار ومن أسبابها، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ بارك الله فيك. وفيك، تفضل الشيخ. معايا سؤالان. السؤال الأول، يقول الله تعالى في سورة صاد وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، ما معنى قول الله قطنا؟ يعني عجل لنا قطنا، ما معنى هذه الكلمة؟ بارك الله فيك. السؤال الثاني، صلاة التسبيح الحديث فيها صحيح ولا ضعيف؟ بارك الله فيك. وياك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قولهم ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب أي نصيبنا من العذاب، فالمعنى أنهم يقولون ربنا عجل لنا نصيبنا من العذاب قبل يوم الحساب، وهذا من فرط جهلهم أنهم يسألون ربهم العذاب. فالقط الحظ والنصيب، والمراد به الحظ والنصيب من العذاب الذي توعدهم الله به، فكانوا ينكرون ذلك ويستعجلونك بالعذاب كما قال تعالى. أما عن صلاة التسبيح فالحديث الوارد في شأنها ضعيف، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل عن تخليل اللحية أو الأصابع، هل صح في تخليل اللحية أو الأصابع حديث؟ لم يصح في تخليل اللحية ولا في تخليل الأصابع أثناء الوضوء أي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما علمت، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا. نعم. بعد إذنك شيخنا، عايز رقم بعد إذنك. نعم. عايز رقم بعد إذنك. خذهم، ما عندي مشكلة، خذهم الأخوة. يسأل عن شخص قال لامرأته اعتبري نفسك طالق، هل هذا طلاق أو ماذا؟ أقول لابد فيه من النظر إلى نيته. ماذا ينوي بقوله اعتبري نفسك طالق؟ ماذا ينوي بقوله اعتبري نفسك طالق؟ إذا قال أنوي طلاقا فهو طلاق، وإلا فلا. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخنا. نعم. أحبك الله. وإياك. سؤال، أنا هل صح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن لبس الخاتم في السبابة ورئاسة من يفعل ذلك؟ نعم، صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث علي أنه قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم في السبابة والوسطى، في رواية ولا أقول نهاكم، لكن المستقر النهي عن التختم في السبابة والوسطى، هذا خاص بالرجال، عن النهي خاص بالرجال، أما النساء فيتختمن في كل شيء حتى في أصابع الأرجل، وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، لي سؤالين بس. اتفضل. السؤال الأولاني، هو ينفع يبقى في جماعتين في نفس المكان في نفس الوقت؟
ولم يصح حديث في النهي عن جماعتين في المسجد، لكن العلماء يقولون في هذا تفريق لأهل الإسلام، فلا يسوغ ولا يجوز أن تعقد جماعتان في المسجد، لكن إن عقدتا على سبيل الخطأ فالصلاة تصح. وبالله التوفيق. السلام عليكم. يسأل عن معنى الاستثناء في اليمين. الاستثناء في الأيمان أن تقول بعد أن تقسم إن شاء الله. فمثلا إذا قالت الأم لولدها والله أقسم بالله لأضربنك ضربا شديدا إن شاء الله، فلا كفارة عليها إن لم تضربه، لأن كلمة إن شاء الله حلت عقدة اليمين. وينبغي ويلزم أن يكون الاستثناء موصولا باليمين. أما إن قلت والله لن أسافر وبعد ربع ساعة قلت إن شاء الله، لا تحل عقدة اليمين. وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. لو سمحت يا شيخ، كنت عايز أسأل عن معاملة تجارية، هل فيها ربا ولا لا؟ اتفضلي. دلوقتي أنا اشتريت شقة من مالك عمارة، وبعد كده سديت نص تمنها واداني مفتاح الشقة بس ما سكنتش فيها. بعد كده اكتشفت ان انا يعني حصلت لي ظروف ومش هقدر اسدد باقي المبلغ، فقلت ابيعها لواحد تاني يدي للراجل باقي فلوسه وياخد الشقة، وانا اكسب على الفلوس اللي انا سددتها للشقة. فهل كده في ربا المكسب اللي هاخده ولا لا؟ لا، ما فيش فيه ربا ولا حاجة. جزاك الله خير. وياك. السلام عليكم. يسأل عن معنى قول الله تعالى وأنتم سامدون. سامدون معناها تغنون. سامدون اصمد لنا، غن لنا، هكذا يقول العلماء. يسأل عن معنى قول الله تعالى مستكبرين به سامرا تهجرون. ما معنى هذه الآية؟ المعنى أن أهل مكة وهم كفار كانوا يفتخرون بأن الحرم في بلدهم، ومع ذلك يهجرون الحرم، يهجرون الحرم ويفتخرون أنهم من أهل الحرم. قال تعالى مستكبرين به، أي بحرم الله ووجوده في بلادكم، وأنتم تهجرونه وتهجرون التوحيد. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ مصطفى. الحمد لله، تفضل. وإني حبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. والله استفساري بخصوص أن أنا مدرس ثانوي، وانا شاب يعني عندي 32 سنه وبدرس مدرسه البنات، هل هذا صح يعني؟ تدرس البنات؟ اه بنات سن المراهقه، بس ده اجبار للعمل يعني. مدرسه يعني في مدرسه ولا دروس خصوصيه؟ في مدرسه ودروس خصوصيه؟ لا، مدرسه عاديه حكوميه، ولكن كلها اغلبها بنات مراهقات يعني. والله انا انصحك ان تسعى للانتقال منها حفاظا على دينك من الفتن، وليت المسؤولون يفصلون البنات عن البنين ويأتون للبنات بمدرسات فتيات ونساء، وللشباب بمدرسين، ليتهم يعقلون أو يفهمون. السلام عليكم. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت بعدي فتنة ضرر رجال من النساء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فضيلة الشيخ بارك الله فيك وجزاك الله عنك كل خير. الشعبية من تونس قصيدة شعرية. سألها أبو العقاس رئاسي في قرطاج واغتصي بالتياب رئيس الدولة التونسي ألقاح بالبيت السبسي أني كنت ترمطع الشنطاي وتمتع بثقبه المنتني وأوجه قضيبي بفيروس جنون البقرة والحرام. افصل يا أخي، افصل هذا العبث يا أخي. أيا كان من الجزائر ولا من احنا فاهمين كلام، افصل هذا اللغو. هذا ما هو سؤال ولا استفتاء، هذا لغو من لغو الحديث. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخنا. نعم. الله يحفظك. رجل شرب مسكرا ولكنه لم يجد سكرا في عقله، هل تصح منه صلاته اذا صلى؟ اذا لم يجد سكرا في عقله الصلاة تصح، ويأثم على شربه المسكر. نعم، بارك الله فيك. وياكم. السلام عليكم. مين يا عم؟ السلام عليكم. الو. نعم. الو.
يعني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم شيخ مصطفى. اي نعم شيخ مصطفى. هل يجوز اخذ الايسر من كل مسألة؟ يعني مثلا اخذ من صلاة الجماعة سنة مؤكدة بل انها واجبة. لا ما يجوز اخذ الايسر من كل مسألة. من تتبع الرخص تزندق. انما خذ الذي دل عليه الدليل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. هو أنا دايما بحب أروح المدرسة وبحب أهزر خالص مع صحباتي، فهل ده ينافي شعور الأنس بالله؟ مع صحباتك البنات ولا مع البنين؟ نعم. مع البنين ولا مع البنات؟ تهزر؟ لحظة واحدة. تهزري مع البنين ولا البنات؟ على كل إن هذا يعني ليس بحرام ولكنه ينافي الوقار، وكل شيء قد جعل الله له قدرا. السلام عليكم. السلام عليكم. طلق زوجته وهو سكران، هل يقع طلاقه؟ لا يقع طلاق السكران. النبي قال إنما الأعمال بالنيات، ولم تتوافر له نية ولم تنعقد له نية وهو سكران. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم شيخنا. تفضل. زي حضرتك يا فندم، أنا كنت عايز أسألك حضرتك في سؤال تجاري كده. كان لي صديق عملنا مع بعض تجارة معينة، لكنه غدر عليا واكل كل المشروع يعني، فانا تركته كده بس مش مسامح حقي وخصمته، ما اقدرش اكلمه لان قلبي محروق من ناحيته يعني، فاقسم على انني مخصمه ولا تقسم على انك ايه؟ تقسم على أنا ماذا؟ مخصمه. ان انا مخصمه. لا لا، واحد ظالم هجرته في الله حتى يرجع عن ظلمه. السلام عليكم. السلام عليكم. هل يجوز هجران صاحب المعصية فوق 3 ليال؟ نعم يجوز هجران صاحب المعصية إذا لم يرتدع فوق 3 ليال. قد هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك فوق 50 ليلة. السلام عليكم. السلام عليكم. امرأة لها أم يهودية وما ترغب في صلتها وهي باقية على يهوديتها والبنت مسلمة، هل تسمح لها بالزيارة؟ تسمح لها بالزيارة إذا لم تكن تحاربها في دينها، تسمح لها بالزيارة. جاءت أسماء بنت أبي بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي أتتني وهي راغبة وهي مشركة، أصل أمي؟ قال صلي أمك. لذلك قول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. نعم. مواقيت صلاة الفجر يا شيخنا. نعم. ميقات صلاة الفجر يا شيخنا في مصر هل صحيحة؟ ميقات ميقات صلاة الفجر؟ أي متقدم بعض الشيء، احتاط لنفسك بالتأخر ربع ساعة عن الصلاة تقريبا. السلام عليكم. السلام عليكم. وراعي مواقيت المحافظات. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ايه يا مصطفى؟ نعم الحمد لله. حالك الحمد لله. ما سؤالك؟ سؤال في واحد له اخ يعني، ايوه يا شيخ، اخ مخاصم اخوه بعد ما اصطلحوا لما المرضى يعني لسه يعني كانهم ما اصطلحوش يعني، سلام عليك سلام وخلاص. تسمع؟ لم اسمع.
أخ مخاصم أخاء وبعد الصلح لم يتعاملا مع بعضهما، لا إشكال، لا يلزم أن يتعاملا مع بعضهما، إنما يكفي أن تزال الخصومة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. بالله عليك يا شيخنا تدعي لي ان ربنا يديني خلف صالح، يديني الذريه. الله يرزقك الذريه الصالحه يا رب. السلام عليكم. يسأل عن حكم النوم على البطن. الخبر الوارد في النهي عن النوم عن البطن وقوله تلك ضجعة يبغضها الله لا يصح، في يزيد بن طهفة وابن طخفة وهو ضعيف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخنا الحبيب، سؤال بسيط بعد إذنك. اتفضل. هل كان لو مثلا في امرأة يعني مثلا بتعاني من ألام في مكان معين، في أي مكان في جسدها، هل يجوز انها تعالج مثلا عند دكتور مثلا ويكشف عن عورتها وهذا الشكل يعني؟ الكشف عن عورة لا يجوز الا عند الضرورات القصوى، والله يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. السلام عليكم. السلام عليكم. هل يجوز لرجل تزوج امرأة أن يتزوج ابنه بنتها من رجل آخر؟ نعم يجوز، يجوز للرجل ولابنه أن يتزوج المرأة وابنتها، الرجل يتزوج العجوز والولد يتزوج الفتاة، يجوز لا مانع، أو العكس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بعد إذن حضرتك يا شيخ، رجل حلف على امرأته قال لها علي الطلاق ما تروحي للدكتورة، وبعد فترة قال لها روحي. فهي كده، فهي يقع يمين، كانت نيته فيها الطلاق. لا، ولما قال لها روحي خلاص يكفر عن يميني ويفعل الذي هو خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. محتاج اكلم الشيخ مصطفى لان حضرتك. اتفضل معك. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. اسال الله ان يرضى عنك يا رب، احنا بنحبك في الله. احبك الله الذي احببتنا له، تفضل. انا اسف لحضرتك، احنا بنحب حضرتك جدا وبنتعلم من حضرتك وطول عمرنا بنستفاد من حضرتك. احبك الله الذي احببتنا له، بارك الله فيك. انا محتاج بس لحضرتك تديني 30 ثانية بس، احنا محتاجين نشوف بس في وجهك الابتسامة والرقة يا شيخ. ليه مختفية في التعامل مع الناس وفي الرد على اسئلة الناس؟ ليه الابتسامة؟ احنا محتاجين نشوف وجهك الابتسامة. حاضر حاضر. فين ابتسامة سيدنا رسول الله؟ الله يقول انه اضحك وابكى، بارك الله فيك. وقد تحتاج المقامات احيانا، الله المستعان. الله يقول انه اضحك وابكى، نسأل الله ان يرزقنا واياك الابتسامة في وجوه العباد، اللهم امين يا رب. قال النبي عليه الصلاة والسلام تبسمك في وجه اخيك صدقة. بارك الله فيك، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا انه احبكم في الله. احبكم الله الذي احببتمونا فيه، تفضل. نسألكم الدعاء شيخنا. الله يكتب لنا ولك القبول في السماء والارض، اسكننا واياك الفردوس. نسألكم يا شيخنا لصديق لنا يريد العفه، نسألكم الدعاء له بالتيسير. الله ييسر امره يا رب، الله ييسر. جزاكم الله خيرا شيخ. واياكم، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ مصطفى، أنا عملت عمرة أنا وزوجي وأنا في بصلي في حجر إبراهيم. أنا بطيت على لم أفهم السؤال. لم نفهم السؤال. يسأل عن صحة حديث الرؤية على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت فقد وقعت. لا يثبت هذا الخبر، لا يصح. كذا يسأل عن حديث الرؤية لأول عابر، لا يصح أيضا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف
بقول لحضرتك يا شيخ، بالنسبه لوقت الفجر، وقت الفجر بيبتدي بعد الاذان اللي في مصر بحوالي ساعه الا ثلث 40 دقيقه تقريبا، بيبقى الخيط الابيض من الخيط الاسود واضح. يا اخي عفوا، انت فضل. انت لا نوافقك على كلامك للاتي. ليه بقى؟ للاتي. اتفضل. عائشه رضي الله عنها تقول: كانت النسوه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرفن من صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. كانت النسوة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا ننصرف من صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والنسوة متلفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلس. فأنت تعرف أن المؤذن كان يؤذن، بعد الرسول يصلي ركعتين ويضطجع شيئا ما حتى تأتي الصلاة تقام، وبعد ذلك يقرأ في الفجر بنحو من 60 إلى 100. فأنت تضيف إلى كل هذا 30 ساعة، 40 دقيقة، لابد أن تخرج النساء والضؤم مال الدنيا كلها. فأنت معذرة لا توافق على هذا الرأي أبدا ولا تنشره حتى لا تأثم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. هل هناك إجماع على فرضية اللحية؟ على إيه؟ على فرضية إعفاء اللحية، على وجوب اللحية. لم أعلم عالما خالف في ذلك من الأولين، أما المعاصرون الذين انهزموا أمام الاستشراق والاستغراب فهم الذين يتكلمون بهذا، لكن الأولون كلمتهم واحدة في وجوب إعفاء اللحية، بل كانوا يردون شهادة حلق اللحية في أزمان كثيرة. السلام عليكم. لو سمحت. نعم. ماذا عندك؟ الله عليك، الله عليك، رد علي، نعم يا أختي. عن ماذا؟ الجاسوم يعني يسأل عن الكابوس الذي يسميه الناس الكابوس، ينام كيف يرقي نفسه منه. إذا كان رئي من الجن أو من الشياطين يعوز نفسه ويقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ويمسح رأسه وما استطاع من جسده ثلاثا. من كان مرضا عصبيا يعالج منه، وإن كان أيضا إن كان نشأ من إجهاد أو تعب فيرتاح. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخنا بسأل بس عن واحد بيفتكر الحاجة قبل حدوثها. نعم؟ واحد بيفتكر الحاجة قبل حدوثها، يعني بيقدم هو من حاجة كتير أحس إن هو لا 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 لم أفهم سؤالك. واحد يتوقع الحاجة قبل ما يشوفها؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. خمس لا يعلمهن إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. حضرتك عايز أسألك عن الزيتون، هل عليه الزكاة؟ الزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عايز أكلم عم الشيخ. نعم. عايز أكلم عم الشيخ. أنت ماذا؟ بادر معاك. اتفضل تكلم. اتفضل. بقول لك بادر معاك. ايه؟ بدر معاك عم الشيخ. بدر؟ اه. اتفضل يا بدر. انا تعبان جوا والله ودماغي وجعان وادي الاسبوع. اذكر الله يا بدر، اذكر الله يا بدر واحتجم. لما اذكر دعاء الله عم الشيخ على طول والله. احتجم ودعا ربنا. ويمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. السلام عليكم. الو. نعم. شيخ مصطفى. اتفضل. عليكم السلام. ما شأنك؟
الشيخ مصطفى؟ نعم معك. والله يا شيخ مصطفى ظهري بيوجعني وبصلي قيام الليل وانا قاعد. لا بأس، اذا كان ظهرك يتعبك صلي وانت جالس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي قاعدا، عفوا صلي قائما، فان لم تستطع فقاعدا، فان لم تستطع فعلى جنب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. لو علقت وفي عن ان شاء الله ربنا ييسر لي عقيقه، اعمل عقيقه الاولى ولا لو في بيت ولا ايه؟ عفوا تخير عقيقة. بين العقيقه وماذا؟ وفي دين اولى ان تدين. دين سداد الدين اولى من العقيقه، سداد الدين واجب، يغفر للشهيد كل ذنب الا الدين، اما العقيقه فمستحبه. قال الامام الشافعي رحمه الله: افرط فيها رجلان، رجل قال بوجوبها ورجل قال ببدعيتها، والصواب انها سنه، فالدين أولى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا بصلي الفرد وصلاة من فائتي، أصلي السنة وراها؟ لا بأس. أصلي الفائتة الأول وبعدين السنة؟ كله جائز، كله جائز، وصلي الفائتة أولا أفضل، دين الله أحق أن يقضى. السلام عليكم. عم الشيخ. نعم. ما قلتليش أعمل إيه؟ ها؟ ما قلتليش أعمل إيه والله. قلت لك اذكر الله وادع الله، وإن كنت محتاج إلى طبيب اذهب إلى طبيب بعد دعاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن أكلم الشيخ مصطفى؟ أي نعم مصطفى. الشيخ مصطفى العلوي؟ اي نعم. السلام عليكم ام الوالد. عليكم السلام ورحمة الله. بعد اذن حضرتك عندي سؤالين، السؤال الاول واحد عليه دين ومش قادر يسدد، يعني خايف احسن يموت من قبل ما يسدده، ف يعني اهله كلهم فقراء مش هيقدروا يسددوا، هل يعني في حل ليها؟ والسؤال الثاني، واحد خد من بنك ربوي ويعني هل عليه توبه؟ شكرا. اما من مات وعليه دين فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله. فإن كانت له تركة ألزم أهله بسداد الديون من التركة قبل قسمتها، لقول الله تعالى في المواريث: وقسمتها من بعد وصية يوصي بها أو دين. أما إن عجز فكما سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. وعن القرض من البنك الربوي حرام وكبيرة من الكبائر، عليه أن يتوب منها. السلام عليكم. نعم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. عندي سؤالين يا شيخ. تفضل اسأل. أول سؤال: من سلف الدعاء؟ الله يوفقنا وإياك لما يحبه ويرضاه. آمين يا رب. ثاني سؤال: ما حكم بيع التقسيط؟ بيع التقسيط إذا كنت تمتلك السلعة بيع كيف شئت. الله قال: أحل الله البيع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. البرنامج الشيخ مصطفى العدوي؟ ايوه نعم. طب لو سمحت ممكن اكلمه؟ اتفضل معك. يا مولانا عندي سؤالين لو سمحت. اتفضل. السؤال الاول كنت عاوز اسال عن صحة الحديث بتاع من صلى 40 صلاة في جماعة لا تفوته كبيرة الاحرام فقد كتبت له براءتان. الحديث ضعيف. الحديث ضعيف. وكنت عاوز اسال عن حاجه ثانيه. انا والدتي الله يرحمها كانت بتطلع جزء من المال لوجه الله يعني. فانا لما ماتت قلت ان انا هفضل طول ما انا حي، طول ما الشخص ده حي انا هفضل اديله جزء المال ده.
ولكن في بعض الشهور تعثرت، فهل دي فيها وزن؟ إذا هذا كان نذرا ولا لم يكن نذرا؟ أم لم يكن نذرا؟ هل كان نذرا نذرته؟ ها؟ نعم. إذا كان نذرا ألزمت بالوفاء بالنذر، إذا لم يكن نذرا لك أن ترجع أو توجهه إلى مكان أفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت عايز أكلم الشيخ. تفضل. أنا كده مع الشيخ؟ أيوه معك. ألو. نعم. لو سمحت يا شيخ. نعم يا أخي. لو كلب لو لا مؤاخذة لو كلب لحق في 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 في, في الواحد في جسمه. كلب لحس شخصا امسح مكان اللحس او اغسله اذا كان على الثياب. ولا يتوضا؟ لا، لحسة الكلب لا تنقض الوضوء، لكن اغسل مكان النجاسة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم. شيخ مصطفى. ايوه نعم تفضل. رؤية النمل في المنام. رؤية النبي في المنام لابد لها من شروط، منها ان يكون المرئي موافقا لصفات رسول الله الخلقية والخلقية، بمعنى ان الرسول ابيض، لو رأيت اسودا في الصلاة ليس هو رسول الله. الرسول على خلق عظيم، لو رأيت بذيئا في المنام ليس هو رسول الله. ان يكون المخبر صادقا، ألا يأمره بشيء يخالف الشريعة، فالشريعة لا تؤخذ من المنامات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله تفضل. كنت عايز أسأل حضرتك سؤال. اسأل. حضرتك وحدتي كل ما أجي أتكلم معاها في حتة النقاب وملابس حتة إيه بس؟ اتكلم باللغة العربية، دعك من حتة والبتاع. اتكلم لغة عربية طيبة، اتكلم معها في النقاب، لازم ما يلزمش حتة النقاب. نعم. عندما اتحدث معها على النقاب ونقاب اخواتي الصغرى، اخواتي يعني الصغريات. كم سنة البنات؟ كم سنة البنات؟ 17 سنة او 16 سنة. 17 سنة غطيهم، حجبهن بارك الله فيك. ذكر بالحسنى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. مع الشيخ مصطفى. تفضل. والله انا متصل بك عشان اقول لك اني بحب حضرتك بس مش اكتر. احبك الله الذي احببتنا فيه، وحفظك الله والسامعين والسامعات. شكرا لانك امتثلت حديث رسول الله، من اذا احب احدكم اخاه في الله فليعلمه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتكلم الشيخ مصطفى. اتفضل. ممكن اكلم الشيخ مصطفى؟ اي اتفضل تكلم الشيخ مصطفى. انا بس عايز اسالك، في اختي. الو. نعم. ايوه ليا اختي يا شيخ مصطفى، بس ماتت من 9 سنين. ماتت 9 سنين؟ بس ليا اخت ماتت من 9 سنين. اختي ماتت من 9 سنين. وكانت واحده صاحبتها في المنام وعايزه وبتسالها ان هي مات، لما ماتت جعانه يعني، وعايز وبعد كده. على العموم المقام ليس تفسير احلام، اعمل عملا صالحا لاختك. ماتت وجاءت لوحده في المنام انها جائعه، اعملوا لها عمل صالح، لكن المقام ليس مقام تفسير احلام. السلام عليكم. نعم. تارك الصلاة الذي تركها سنوات متعمدا عليه إعادتها على الوجه المتيسر له، إن شاء مع كل صلاة صلاة، إن شاء جمع صلوات كل يوم في وقت واحد على الوجه المتيسر له. السلام عليكم. نعم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا عندك؟ شيخ مصطفى، إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا، لأن ما السؤال؟ لو سمعت يا شيخ أريد رقمك.
اتفضل خذهم الاخوه في غرفه التحكم التي يسميها العزم الكنترول. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اول شخص صحح الحديث قال ان شديد السنون مضغه اذا صلحت صلح جسده كله واذا فسد فسد جسده كله. هذا الحديث صحيح؟ نعم، الا ان في القلب مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب، حديث ثابت صحيح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اكلم الشيخ مصطفى لو سمحت. نعم اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اي لو سمحت يا شيخ مصطفى كنت عايز منين الجهاز بتاع حضرتك لو سمحت. خذيه من غرفه التحكم. السلام عليكم. يسال عن حكم النوم متجها للقبلة، هل وردت فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أسلفنا الجواب أنه لم يرد أن النبي أمر بالتوجه للقبلة أثناء النوم، إنما ورد الاستحباب الاتجاه على الشق الأيمن، أما القبلة والتوجه إليها فليس فيها نص ثابت. وقد قال تعالى ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم ما يكره فليتحول عن جنبه. قال من تعار من الليل، فذكر الحديث، غفر له إذا دعا أو استغفر. السلام عليكم. عليك السلام. نعم. عندي استفسار بسيط يا شيخ. تفضل. كنت ناذر نذر، فهل النذر ده من شروط أن يذبح ويتوزع أم يأكل من وراء البيت ومع الشيخ؟ نذرت ماذا قلت في نذرك؟ إنه لله. قلت لي لا، لم تقيده بفقراء. لا، إذا لم تقيده بفقراء جاز لك الأكل منه وإطعام الفقراء، وجاز لك أن تطبخه أو توزعه نيئا، كل ذلك جائز ما لم يقيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عندي سؤال أنا شيخ. سل. الأول أنا أعمل بمزرعة فراخ. هل نعم. لو رجلي لمست الارض السبله يعني بتاعت الفراخ دي اعيد الوضوء مره ثانيه ولا لا؟ لا لا تعيد الوضوء اذا لمست رجلك رجلك سبله الفراخ. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ مصطفى العدل. نعم. الشيخ مصطفى العدل. ايوه نعم. عايز اكلمه. معك اتفضلي. يسأل الاخ عن صحة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسد يأكل الحسنات، لا يصح، تالف الاسناد. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام. لو سمحت ممكن اكلم الشيخ مصطفى؟ اتفضلي يا اختي. كنت عايزه اسال حضرتك عن عندي اختي جوزها رمى عليها الطلاق مرتين وحلف عليها يمين. حضرتك قال لها ما تروحيش الشغل، عليا الطلاق ما انت رايحه الشغل، وجات راحت الشغل. واخد بال حضرتك؟ ايوه ايوه. وبعدين جه في مره تاني طلقها وشحتها من البيت وراح طاردها وراح بيتها وداها بيت باباها. طلقها ولا لا؟ ايوه، قال لها روحي وانت طالق. هذه ثالثه. اذا لغينا الوسطى اذا لغينا المعلقه. أيوة. اذا لغينا المعلقه ستكون ثلاث تطليقات، فاذا كان قال لامرأته وبعد كده رجع حضرتك رجعت واصطلحت وقال لها انا رديتك ورجع. عموما يا اختي دعيه يسال، لكن اذا كان قال لها انت طالق ثلاث مرات متفرقات وهو في عقله ليس بسكران فالطلاق واقع ولا تحل له. السلام عليكم. يسال عن حديث المختلعات هن المنافقات، حديث ضعيف الاسناد.
كذا. تسأل السائلة عن حديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، حديث ضعيف الإسناد أيضا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. استخارة الشيخ مصطفى. نعم تفضل. أنا أخيك من مدينة من مدن محافظة مطروح، وأنا عضو في اللجنة الشرعية ويتحاكم إلينا الناس، ونحن يعني في وضع قبلي أحيانا نختلف في حكم ما أو يشكل علينا في مسألة، فنريد يعني رقم الهاتف هاتف حضرتكم، ونريد ميعاد يعني نتصل عليكم فيه حتى يعني تفيدوننا. والله يا نعم خذ الرقم من الأخ تفضل. يسأل عن حديث أن مدينة العلم وعلي بابها لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. سائل يسأل هل أسلم أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته؟ لم يرد ذلك بسند صحيح، إنما الظاهر أنه مات على الكفر عياذا بالله، لقول أن العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عمك أبو طالب كان يحوطك ويمنعك من المشركين هل نفعته بشيء؟ قال هو في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. أنا وجوزي كنا بنعمل عمرة يا شيخ مصطفى، وبطيت على رجله في حجر إبراهيم وبست رجل زوجي، هل ده حرام ولا حلال؟ لماذا بست رجل زوجك؟ تصرف لا مستند له، يعني مش إثم ولا حاجة، بس لا نحب ذلك الغلو. أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يحببن رسول الله أكثر من محبتك لزوجك، ولم يرد أن عائشة كانت تنزل وتنحني تقبل رجل رسول الله وهو سيد ولد آدم، ولا حفصة ولا أم سلمة ولا زينب ولا ميمونة ولا جويرية ولا غيرهن، فهذا غلو. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير، يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن أجعلها منارة خير للإسلام والمسلمين. ألا فليعلم الجميع أن الله تعالى إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وأنه جل وعلا هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، لا يكشف ذلك أحد سواه. وحذر إخواني من المذاهب الهدامة كالديمقراطية والعلمانية والاشتراكية والليبرالية والماركسية وغيرها من طرائق الكفر والضلال، وكذلك من المذاهب المارقة كالتكفير والتشيع البغيض والرفض الخبيث والاعتزال والأشاعرة والمرجئة وغير ذلك من الفئات الضالة والقطيع الضال من البشر. أذكر إخواني بإخوتهم، فالمسلم أخو المسلم، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وأهيبوا بالإخوة والأخوات أن يجتهدوا وأن يجتهدن في الدعوة إلى الله انتصارا لهذا الدين القيم وتبليغا لرسالات الله سيرا على نهج المرسلين. لقد قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.